الشمالي ضمن الاولين فيها جميعا. انا ضمن انا غادي نختم. صباح مرحبا، السلام عليكم سعيد ومشاركه ديالي معكم في اللقاء، ونتمنى نضيفوا شي اضافه ولو بسيطه باش نعاونوا هذه الفئه الخاصه والهامه جدا من المجتمع ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار مشاركة وزارة التربية الوطنية في هذا الملتقى الثاني اللي نظمته جمعية الأمل لمحاربة ظاهرة العود بالنسبة لنزلاء المؤسسات السجنية، إذن تقدمت السيد محمد صالح مدير مدرسة إدريس الحريزي بواحد العرض حول استراتيجية وزارة التربية الوطنية في محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، لأنه من بين الأسباب الرئيسية ديال التحاق هؤلاء النزلاء بالمؤسسات السجنية هو أنهم كانوا ضحية للهدر المدرسي. في هذا الإطار هذا وزارة التربية الوطنية اصدرت مجموعة من البرامج لمحاربة هذا الهدر المدرسي. من بين هذه البرامج هذا كاين عملية ديال عملية مليون محفظة، كاين عملية تيسير، كاين عملية التربية غير النظامية، كاين كذلك عملية مدرسة الفرصة الثانية، وكذلك عملية قافلة. هادو مجموعة من العوامل اللي كتعمل الوزارة واللي سطراتهم واللي بفضل ديالهم كتعمل على ارجاع هؤلاء التلاميذ الى الدراسه، لان كل تلميذ اللي باقي ما وصلش للسن ديال 18 سنه في المكان الطبيعي ديالو وهو المؤسسات التعليميه. بالنسبه لعمليه المدرسه ديال الفرصه الثانيه، الغرض كان منها وهو حتى هذوك الوليدات اللي قاطعوا من الاعدادي انهم تمنحاتهم واحد الفرصه باش يلتجوا لهذ المؤسسات اللي كملوا فيهم الدراسه ديالهم، وكذلك مع تمتيعهم مع واحد المهنه معينه. والسلام. السلام عليكم. استاذه حسناء احياتي، رئيسه جمعيه الواحه الصغيره. كنشكروا جمعيه كنوز اللي جمعتنا في هذا الملتقى الثاني حول يعني مدارسه واحد المجموعه من المقاربات والممارسات الفضله لمحاوله اعاده ادماج خريجي المؤسسات السجنيه. وهذا الموضوع هو اصلا حدث الساعه، خصوصا اننا يعني من خلال النقاش ومن خلال الدراسه اللي كانت في هذه الصبيحه يعني كاين تكتل مجهود يعني المجتمع المدني والمؤسسات التعليميه والجانب التعليمي والجانب الاعلامي ايضا، كاين واحد تكتل مجهود ديال واحد المجموعه من المجهودات يعني باش لحد يكون الحد من ظاهره العود. في اطار عملنا كمجتمع مدني داخل المراكز الاجتماعيه كنشتغلوا على يعني برنامج التكوين التاهيلي، وبالتالي فتدخلنا هو من جانب محاولة إدماج خريجي المؤسسات السجنية حرفيا من أجل تكوينهم وتأهيلهم ويعني تأهيلهم ميدانيا بضمان شهادات يعني للتخرج، وتكوينهم نفسيا وتربويا واجتماعيا من خلال ورشات الإنصات ومن خلال التتبع والمواكبة. ففي إطار ذلك كيكون المجهود ديالنا والعمل ديالنا ان تكون واحد المقاربه تشاركيه، ويكون واحد يعني توفير عمل اقتصادي يعني توفير ادماج، خصوصا في اطار تعاونيات او تكتل يعني مجموعه من الافراد كيكونوا يعني متقاربين فكريا وتربويا وحتى عمريا في اطار مؤسسات اقتصاديه شبه منظمه. والمجهود ديالنا غادي في هذا الجانب، لان الجانب الاقتصادي هو الاساس كنعتبروه، خصوصا وان يعني الفاقه والعوز هو المسبب الرئيسي للزج بهؤلاء في احضان يعني الجريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن تشين، عضو في جمعية الأمل. جمعية الأمل هي جمعية وطنية تتهتم خصوصا بالنزلاء ديال الأحداث ديال السجون المغربية، وتتواكبهم من تكوينات داخل السجن إلى خارج السجن، تواكبهم حتى يولوا أعضاء في المجتمع.
ديالهم داخل السجن فيها التربية، فيها دروس ديال التعريف بالمدار ديال المخدرات، ديال الاحتراف، ديال السرقة، ديال عدة مسائل. وخارج السجن تنواكبوهم باش يدخلوا للميدان ديال العمل، لأن الاختصاصات ديالهم اللي خضوا داخل السجن تنعاودو نشوفوهم مع الشركات خارج السجن باش يعلموهم شوية، ومن بعد تياخذوهم في الميدان العملي باش يكونوا أبناء صالحين عوض يرجعوا للسجن. هذا بإجمال شنو تدير الجمعية. شكرا. محمد شجاع، مدير تربوي مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع. محمد شجاع، مدير تربوي مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع، وكذلك ممثل وزارة التربية الوطنية وعضو جمعية الأمل لمواكبة التبع النزلاء وجمعية ماما آسيا. المحور ديال الموضوع ديال اليوم كيتناول يعني مناقشة الحدث وكذلك سلوكات الحدث او التنشئه الاجتماعيه ديال الحدث اللي هي كتاثر سلوكا على التربيه ديالو وعلى بعض يعني السلوكات اللي هي سلبيه واللي كتجعل التلميذ او الطفل يرتكب عده مخالفات اللي كتؤدي به الى السجن او الاعتقال ديالو. والدور ديالنا هو نحاولوا ما امكن نشوفوه الامكانيات ديالنا في اطار هذه المقاربه التشاركيه وفق واحد البرنامج نوضعوه من خلال هذا يعني التنسيق ديالنا باش نتبعوا مع هاد الاطفال هادو حتى يعني حتى نلقاو الحل باش تكون ديك العمليه ديال اعاده الادماج يعني ناجحه، وحتى لا تكون عمليه العود بهذا الشكل الفظيع اللي هو كيخوفنا. وكذلك نحاولوا ما امكن باش نكونوا عمليين ونسقوا ما بين جميع الجمعيات اللي عندها الفاعلين اللي كيشتغلوا مع هاد الوليدات هادو في هذا المجال ديال اعاده الادماج، بخصوص يعني الجمعيات اللي هي كتنتمي لبعض العملات. وكل جمعيه يعني تاخذ واحد مجموعه من يعني الاطفال اللي هما كان او التلاميذ اللي دمجناهم باش كتبقى متبع معاهم في المؤسسه التعليميه حتى لا تعود هذه العمليه ديال حتى تنتج العمليه ديال اعاده الادماج في هذه المنظومه التربويه. شكرا. شكرا. بحسين نيت جامع، ممثل الجامعه الملكيه المغربيه للمصارعه وباحث جامعي. فاولا كنتقدم الشكر لجمعيه الامل اللي كتقوم بواحد الدور اللي هو مهم واساسي في داخل منطقه مولاي رشيد وعلى الصعيد الوطني، واللي كتعلق بالمؤسسات السجنيه وبالخصوص ظاهره العود اللي متعلقه بالشباب اللي كيولجوا المؤسسات السجنيه نظرا للجرائم اللي يقوموا بها. ولكن تنركز هنايا على الاحداث. كذلك ما تفوتنيش هذه المناسبة باش نتقدم الشكر للإخوان بحكم أنني كنت كنسير هذه الجلسة اللي كيمثلوا واحد العدد ديال المؤسسات، سواء المؤسسات السجنية أو وزارة التربية الوطنية أو التكوين المهني أو جمعيات المجتمع المدني. فكل واحد في المداخلات ديالو في الحقيقة هاد لابدلوه في هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم ومهم جدا نظرا لما يشكله من خطورة على خلق عنصر او اذكاء ثقافه المجتمع السليم. فاذا كنا كنقولوا فيما يتعلق بالصحه العقل السليم في الجسم السليم، فظاهره الاجرام بالخصوص عند الاحداث فهي تمس صحه المجتمع. وصحه المجتمع بالنسبه لي بكل تواضع هي اخطر من الصحه او صحه الفرد. ففي هذا الباب هذا يجب، لا اقول ان ذقنا ناقوس الخطر، على الاقل نكون واعين بهذه الظاهره الشنيعه اللي هي بخطوره بمكان. فانطلاقا من العائله ومرورا بمؤسسات التعليم وننعرش كذلك على المؤسسات ديال المجتمع المدني، فالكل يجب ان يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب. اشنو كنعني به؟ كنعني به ظاهره الاجرام وبالخصوص ظاهره العود. وشكرا. شكرا.
الاستثمار.